نتير الموضوع ديال الأساتذة ديال التعليم الفني بصفة عامة في الدار اللي تابعين للمعاهد الموسيقية بالدار البيضاء، ونتير انتباه المشاكل اللي كيعيشوا بها واللي باقا عالقة إلى يومنا هذا، واللي هي موضوع محاكمات وموضوع قضايا عند المحاكم بالدار البيضاء. أول حاجة كما ربما الناس تبعوا الوقفات ديالنا من شحال هادي سيرتو السنة اللي مضت، كنا دائما كنهضروا على الوضعية المزرية للأساتذة ديال التعليم الفني بما فيهم الموسيقيين وصحاب المسرح وهذا، وكنا كنتكلموا على الأجور اللي كانت واقفة واحد الساعة، دونك أنا كنهضر على سنة هادي، وبالتالي بقات الوضعية هي هذيك. بيت القصيد عندنا أنا في هذا الموضوع هو انتقال تدبير ديال المعاهد لواحد الشركة اللي هي كازا إيفنت، يعني تم انتقال ديال الوضعية من وضعية ديال كنا كنتخلصوا من عند التريزور تولينا كنشوفوا المسائل كتجي من عند كازا إيفنت بدون حتى حوار، بدون ما عيطوا علينا، ما قالوا لنا غادي نتكلموا ونفسروا هذا الانتقال ديالكم كيفاش داير شنو غادي يكون. بقات الامور بحال هكذا كاينه. اول ملاحظه يمكن دار وانا بمجرد ما انتقلنا لعند كازا إيفنت بالنسبه للخلاص كنتفاجئوا بشواهد العمل كتحبس، بشواهد التوبوتيه كتحبس، ما بقاش نهائيا عند الواحد الحق انه ياخذها. انا كنتكلم على المعاهد ديال الجماعات الحضاريه اللي كاينه في الدار البيضاء، وبالضبط على فئه المتفرغين، حيت المعهد فيه جوج ديال الفئات، فيه فئه ديال المتفرغ اللي هو ما كيشتغل غير هاد المهنه هذه، وفيها فئه اخرى ديال المتعاونين اللي هما موظفين بحالي انا، نيت انا متقاعد وكنت في رجل تعليم، دونك حنايا عندنا سوايع كنتخلصوا عليها. اذا قلت بانه المشكل كيهم اكثر المتفرغين من الاخوه الاساتذه، بحكم انهم ما كيديروا الا هذا العمل، هذا ما عندهمش مهنه اخرى، ماشي بحال الفئه الثانيه اللي انا كنتمي لها اللي هي فئه المتقاعدين وفئه الموظفين وهذا اللي كنسميو حنا متعاونين. الرجع المساله ديال الانتقال ديال التدبير ديال المعاهد من الخلاص ديالهم عن طريق الخزينه العامه الشركه ديال كازا إيفنت. هنا غادي نكون واضح في هذا الامر هذا، ان ملي تم انتقال تم بواحد الطريقه يعني غريبه جدا، يعني ما نتحدى اي واحد يقول لك راه حنايا كان عندنا اجتماع مع هذه الشركه ولا عمرنا شفنا المدير ديالها. حتى المدير اللي غادي يجي مثلا ديال كازا إيفنت يهضر معنا يقول لنا لا راه كل ولي سابع هذا الشيء حنا ما هضرناش عليه، وما جاو طبقوا ديك المسائل كامله وصافي ونبينا عليه السلام. فيما يخص هذه المساله حنا كنشوفها بانه خرق القانون والماده 19 من الدستور ومن المدونه ديال الشغل بالخصوص، لانها كتنص على ان ملي تكون شي شركه على الاقل كيكون واحد الحوار باش المكتسبات تبقى. حنا المكتسبات اللي كنهضروا عليها بالطبع انا كنهضر كممثل نقابي، لانه انا كنمثل الاخوان ديال الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل في المعاهد، وبالتالي ملي كنوضوا نهضروا على هاد الحقوق هذه ما كان كلشي كيكون الرفض، ما كاين الحوار مسدود نهائيا مع هاد الناس، هادو حوار بتاتا ما كاينش، لدرجة انه حتى الا بغيتي تحاور كتصدق اما راك كيشوفك شوفه ماشي هي هذيك ناقصه، لا علاش بغيتي تكلم انت على هادشي. حنا هاد الامور بقينا غاديين فيها وبقينا كناضلوا عليها ومشينا للقانون، مشينا اخر ما درنا واننا مشينا للقضاء، وراه كنتسناو انه القضاء ينصفنا كاملين. راه كاينه سميتو الدعوه عندها تاريخ ديال 3 سبتمبر ان شاء الله باش غادي يتم البت في هذه القضيه، ومن ضمن المسائل اللي حنا مشينا لها القضاء هي هذه القضيه ديال كازا إيفنت، اننا ما استشروا معنا ما كاين حتى حاجه وما بغيناش نوقعوا على لي ميموار باش ما نحيدوش الاقدميه سيرتو للناس اللي هما متفرغين. دونك هذا هو بيت القصيد، وحنا باقي الان محاربين من طرف
المسؤولين، بعض المسؤولين ما كنقولش كل شيء، بعض المسؤولين اللي هما كيبان لهم العمل النقابي بوعبوع كيخلع، في حين ان حنايا مدينا يدينا التعاون وهضر وحاولنا نتجاوزوا الماضي ديال بعض المسؤولين اللي جابوهم لينا يسيروا المعهد، وما مع الاسف ما كانش الاستجابه. بالتالي بمجرد ما بدات العمل الا وبنادم ولا كيتسيف علينا، يمكن لكم تمشيو للمعاهد وسيرتو للمعهد الكبير غتلقاو بانه حتى الصبوره النقابيه ما كايناش، حتى الحوار ما عمره ما كان، حتى المجلس الاساتذه اللي نورمالمون خصو يكون مشكل وكيخصو يكون يدلي بالدلو ديالو بالنسبه للاصلاح وبالنسبه لبزاف ديال الامور ما كاينش نهائيا، مغيب تماما. وتسير يعني تسير كما نقولوا حنايا ماشي تسير يعني افقي مي عمودي، هذا تسير ماشي هو هذاك يعني كيخص. علاش شنو الحوار الى شاركنا في الحوار وهضرنا ما كاينش مشكل. حنا النقابه كانت من السباقين انها تمد يديها المسير الجديد اللي جا باش يتعاونوا معاه، ومع الاسف ما كانش استجابه، مع العلم ان حنايا قلنا غادي نساو الماضي. الماضي كان واحد الماضي خايب في الثمانينات نسيناه كاع بتاتا، قلنا ما كاين ما نجبدوش ما عندنا به غرض، ولكن غير بدات الامور كتمشي وبدينا كنشوفوا الغدر وبدينا كنشوفوا بنادم كيتسيف علينا، ورجعت الامور كانها في عهد سنوات الرصاص. عده مراسلات درناها للسيد الوالي والسيد العمده، وكان واحد الاستجابه يعني مشكوره للعامل من العمال ديال صاحب الجلاله، ان استقبلنا وسمع لينا وقلنا ليه تشكينا له، ولكن بقى داك الشيء الى يومنا هذا ما كاين حتى شي رده فعل نهائيا. سمع لينا ما غاديش نقولوا لا، ولكن ما كاين حتى حاجه. بالنسبه للسيد العمده ما مع الاسف ما استقبلنا ما والو، بالرغم من عده مراسلات، والان باقي ما كاين حتى حاجه. بقينا كنواجهوا هذا المشكل بوحدنا، ولدرجه ان الناس اللي هما منخرطين معنا ولا يعني اعضاء تم استغناء عليهم من المعاهد، او المحاصره ديالهم، او بطرق ملتويه، ان مثلا ما يقيدوش لك الطلبه في المعهد باش نتايا تزعف وتزيد بحالك. هادو طرق يعني كان 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 ندوا بها. الان باقي هاد الممارسات على الاخوان المناضلين وعلى العمل النقابي، كان العمل النقابي بعبع، في حين اننا حنا مدينا يدينا لاي واحد باش نتعاملوا معاه، ولكن مع الاسف باغيين يفرضوا شي حوايج من الفوق بدون ما 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 نعطيو ندلوه بالراي ديالو. وكنعاود نرجع للماده 19 من مدونه الشغل اللي هي كتنص على ان فين ما كتكون شي مثلا بغى شي شركه تجي ولا شي حاجه خاص لابدا ما نتحاوروا، خاص لابدا ما المكتسبات يبقاو. مع الاسف هذا الشيء ما كانش.